حكايات قصص من واقع الحياة. تشابهات في وفاة هيثم أحمد زكي وعمر سمير وممدوح عبد العليم. بعد صدور تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاة الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، تبين أن هناك حالات مشابهة لفنانين رحلوا عن عالمنا لأسباب متشابهة. جاء في التقرير المبدئي للطب الشرعي الصادر بعد تشريح جثمان هيثم زكي، جاء به أن الوفاة طبيعية وأن المتوفى عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتلخص في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أنه في هذا اليوم كان عائدا من الجيم ومرهق بسبب التمارين، وتعاطى جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، وقام أفراد أمن الكومباوند بنقله لأقرب صيدلية، وقام الصيدلي بحقنه حقنتين مسكنتين للآلام. وفي الخامس من يوليو من عام 2017 تلقينا وبنفس الصدمة خبر وفاة مقدم البرامج الشاب عمر سمير في إسبانيا، وكشف تقرير الوفاة وقتها أن السبب هو الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة بعد ممارسته للرياضة في صالة الألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة أو مشروبات. وفي الخامس من يناير من عام 2016 شكل خبر وفاة الفنان ممدوح عبد العليم صدمة لمحبيه ومعارفه، لأن وفاته جاءت أثناء تريضه في صالة الجيم، وهو معتاد على ممارسة الرياضة بشكل دوري، ولكنه سقط مغشيا عليه وتعرض إلى أزمة قلبية أودت بحياته. كل منهم كان يهتم بصحته ولياقته، ولكن بشكل غير صحي أضرهم أكثر مما أفادهم، رحمهم الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.